مشاهدي ومتابعي أهل مصر في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في متابعة جديدة من محافظة البحيرة وبالتحديد من مدينة دمنهور. يمكن النهاردة يعني معانا حالة إنسانية، معانا الحاجة سميحة الشرنوبي. طبعا الحاجة سميحة يعني أصيبت بمرض ضمور العضلات بعد ضمور الأعصاب بعد زعلها على بنتها، يعني بعد أن توفاها الله. طبعا حاجة سميحة طبعا يعني بعد زعلها على بنتها أصبحت قاعدة الكرسي المتحرك وطبعا لا تقدر على الحركة، وطبعا يعني مرض ضمور الأعصاب طبعا أثر على طبعا زي ما احنا شايفين يعني على أعضاء جسمها كلها، حتى يعني أن غضاريف طبعا رجلها يعني أصيبت بالشلل بسبب مرض ضمور الأعصاب. النهاردة إحنا مع الحاجة سميحة، هنتعرف عليها وتحكي لنا يعني قصتها. إزيك يا حاجة سميحة، عاملة إيه؟ سلمك يا ولد، الله يرضى عليك. ألف سلام عليك الأول. الله يسلمك. احكي لنا بقى يعني القصة إيه؟ ينجيك ويكفيك شر البلاوي يا رب. احكي لنا بقى قصتك إيه بقى؟ أنا كنت كويسة بس كان عندي غضروفين في ظهري. وكنت بنمشي على مشاية. جاء موت بنتي لما ماتت عندها 41 سنة. بنتك؟ ثلاث عيال. بنتك الكبيرة؟ الكبيرة، الكبيرة بتاعتي. كانت موظفة زي ما أنت بتقولي؟ كانت موظفة حميات. كانت في مستشفى الحميات. لا 20 سنة على درجة والله. تمام. يا ربنا حبها خدها. عملت عملية الغدة ماتت. بعد ما طلعت بعد 10 أيام ماتت. لقيت نفسي جاني راح جايني جلطة من الزعل على بنتي. زعل عليه، جتني جلطة، خذوني ودوني لياسر الخوالجة، قال لي ده انت عندك ضمور في الاعصاب، خلص الجلطة اتبوظت يا اعصاب كلها، تعملي عملية. قلت له لا، طلع لي علاج عشان انا لو عملت عملية يمكن نموت ولا حاجة، ومعايا بنتي مطلقة بعيلين، بنتي مطلقة بعيلين التانية. بنتك الثانية متطلقة وقاعدة معاك؟ ايوه قاعدة معايا، غير اللي ماتت. اللي كانت اللي ماتت ديت اللي انا بسبب بعياها. قلت له لا، انا عن طلع لي علاج، طلع لي برشام صابون، طلع لي حضن ومشي عليه. والحمد لله، حمد ربنا وشكرا. عايزة بقى اني يعني انا عاوزه يعني هو الدكتور قال لك ان انت عندك ضمور في الاعصاب جلد. واثر على غضاريف رجلك وعلى على كل حاجه بجسمي، كل حاجه بجتتي بتوجع بقى، اتقلب ايديا ما اعرفش امسك بيها، ما اعرفش ناكل بيها، الاكل بيوجع مني لما بنعمل. لو سلمت عليا هتحس بانني مهزوز. واثر بقى على رجلك واثر على رجليا ما بنجيبش خلاص، لا مؤاخذه لا مؤاخذه، يعني حمام بنعمله على السرير، وبنتي بتغسلي وتمسحلي وتعملي. يعني بنتك اللي قاعده معاكي هي اللي بتساعدك في كل حاجه في البيت؟ كل حاجه، حتى الحمام بتعمله لي، تاخد متسبحني هي وعيالها، يشيلوني في الملايه، ياخذوني يحموني ويدخلوني تاني يردوني تاني في مكاني. لا مؤاخذه، نعمل حمام بتعمل لي، نعمل لقمه نجيبوها تقعد تغمس لي وتاكلني. ما بنقدرش نشيل حاجه ولا نعمل حاجه زي ما انت شايف. يعني الانسان بيديني مثلا الحاجه الحسنه في ايدي من اخوتها من بتوجع مني، هم بيقولوا النبي نولاني انا لو وجعت في الارض. تعبانه تعب جامد. طيب الدكتور قالك علاج مرض ضمور الاعصاب ايه؟ عمليه. وانا خايفه من العمليه. محتاجه تعملي عمليه؟ ايه، وانا خايفه من العمليه. انا وليا كبيره من صغيره وعندي الضغط، بس الحمد لله ما عنديش سكر ولا حاجه، هو الضغط اللي عندي. خايفه نعمل عمليه، البنت الغلبانه دي هتروح فين؟ اديني مدي لها نفس شويه، خايفه نموت ونسيبها. ولا انا ولا اختي، اختها ما كانتش مخليانا عايزين حاجه، ولا انا ولا اختها. اختها كانت بتساعدك يعني وفي المعيشه ايوه، ما كانتش مخليانا نطلع، ما كانتش مخليانا نطلع. انا زي حضراتكم كده، كان بيجي يحسنوا عليا في البيت، وهي كانت ما كانتش تقول لي لا، ما تتحدش منكم اطلعوا اقعدوا. بنتي كانت بتشتغل في بيت وجعت على دراعها. بنتك الثانيه؟ الثانيه اللي اتطلقت. دي كانت شغاله؟ كانت شغاله في بيت، وطب بتغسل الحيطه بالسلم، راح الكروم مزحلقه، راحت وجعها على دراعها. دراعها عايش شرايح ومسامير، عامل كده راسه. دراعها عامل كده، عايش شرايح ومسامير، بتخدمني بايد واحده والله.
تغلى مؤاخذة تشطفني وتغسلني وبتاع، بيقول لي قلبي اللي بتشيلني، الولدين اللي بيشيلوني. ولادها بيشيلوكي كمان؟ ايوه ايوه. يلا يا ولد شيل ستك، ده حاطط لي بص حته بيشيلوني بيها اهي، بص اهي الحته اللي تحت اهي بقى بيشيلوني بيها. طب انت بقى يعني كده يشيلوني بيها؟ بسبب المرض قعدت على كرسي المتحرك ما بتتحركيش من لا لا من لا البيت يعني؟ لا، ثلاث سنين ليا، ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ ليا ثلاث سنين ماشي على الحضن وعلى العلاج ده هو، وقعد زي ما انا كده. لكن مفيش نتيجه من العلاج؟ لا لا، ما مصحاش، بيسكن، بيسكن الالم بس. بس بيسكن الالم. الصحيان تعالى اعمل عمليه، حد مثلا قال لي تعالى نوديك للدكتور وعايزه عمليه، وانا ما نقدرش على عمليه، مكلفة. ايه مكلفة. وكمان يعني زي انت بتقولي، زي انت بتقولي سنك، سنك برضو يعني كبير، كبير. خايفة من العملية انا في السن ده. خايفة من العملية انا في السن ده. طيب يعني حاجة اسمها بتعيشي، عايشة ازاي طيب يعني؟ عايشة والله والله والله، ليا من العيد الكبير ما دوبت اللحمة انا ولا بنتي وعيال بنتي، والله والله اللي يعز ويذل، وانا مع على دينتك ديانتك يا رب مسلمه موحده بالله، انا من العيد الكبير ما ضفت اللحم. لو واحده في الموسم بتاع اول امبارح ده عطشانه في الفرحه كده وانا قاعده، احنا رايحين عاملينها وعاملين شويه رز واحنا قاعدين ملمومين احنا والعيال والله يا ابني. عايشه على الجبنه، عايشه على على جبنه، جبنه لانشو، جبنه حاجه، حبه عدس، حبه فول، طعميه والمشي، حتة جبنة والقماش، وبنغمسه وبنك جيبوا عيش اللي ربنا يخليه يا رب يستسلم يطلعه بتاع المطاردة ده من جديد. معاك بطاقة التموين بتاعتك؟ ايوه ايوه معايا بطاقة ثلاث طرقات. جيت كل يوم 15 جنيه هناك الحمد لله والله. وبنتك وولادها معاكي في قلب البيت؟ ايه معايا، ولو حابين تيجي تشوفوهم تعالوا شوفوهم. لا احنا مصدقينك طبعا يا حاج، مصدقينك يا حاج. معايا يا اخويا والله، والله يا اخويا معايا، معايا ولدين مطلقه وقاعده غلبانه ومخنوقه، عايزه الشرايح ومصاري اللي دراعها ومفيش فلوس، والمصعب عجز يا اخويا، عايز يتكسر تاني من اول وجديد ونعمله، لو حد عامل لها شرايح ومصاري. طيب حاجه سماح، انت بتطلب بايه او محتاجه ايه؟ انا محتاجه الستر من عنده لكم الاول، يستركم وينصركم ويرضيكم ويفاديكم وينجيكم. اي والله انا طالبه كشك نقعد فيه انا وبنتي. محتاجه كشك؟ ولا انا عايزه اي حاجه من الدنيا خالص الا هو ده اللي عاجب لي اللوم، اخلي الناس تحن عليا وهتجيب لي اللوم وهتديني اللوم، انا وبنتي نقعد، هو ده اللي انا عاوزه. انت محتاجه كشك تبيعي فيه مثلا اي بس حبه بسكوت، على حبه شيبسي، على حبه كاراتيه، على بتاع من حاجات العيال المصاصات والكلام ده، هنرزق هنرزق والله، هو اللي فوق ابو خمس زرقاء ده مش هيسيب، هنرزق ملك، هو ده اللي انا طالباه والله منكم، يبارك جزاكم الله كل خير، يفاديكم وينجيكم ويرضيكم. طيب بالنسبه لعلاجك يعني محتاجه ايه في علاجك؟ انا محتاجه من كل شهر بنجيب علبتين حجر ب 400، والواحده ب 220 يبقى 440 جنيه كل شهر لعلاج دول. يعني محتاجه حد كمان يساعدك في العلاج؟ بتوع المعاش والله ما مصرف منهم ساعة، بناخد بتوع المعاش ونروح نجيب لهم الحجر. ده المعاش واخده عن مين يا حسنيه؟ عن بنتي اللي ميتة. عن بنتك اللي ميتة؟ مش معاش لا مطلقين ولا ميتين. لا ده معاش عن بنتي اللي ميتة. بنتك اللي ميتة؟ بناخد زي بنت من بناتي. كانت حكيمه في الحميات. بتاخدي كام يا حاج؟ 400 جنيه. 400 جنيه؟ 423 جنيه. طبعا يعني المعاش ما يكفيش طبعا يعني مصاريف علاجك ولا مصاريف انا بنقول لك نطلع اهو من استرزاق. بتسترزاق يعني؟ بنطلع نسال الله علشان خاطر نكمل بقيه علاجي. علبه الحجر ب 60 جنيه، شريط البرشام والله ب 60 جنيه. وشريط برشام اللي هو بتاع السيوله ده كنت بنجيبه ب 3 جنيه راح ب 10 جنيه.
ما علينا من الكلام ده كله. يعني انت دلوقتي يعني طبعا يعني بنتمنى طبعا حد من مشاهدي ومتابعي اهل مصر طبعا يكون سمعنا دلوقتي ويحاول يعني طبعا يساعد الحاجه سميحه الشرنوبي. طبعا يعني الحاجه سميحه هنا في مدينه دمنهور. محتاجه حاجه تاني بعد اذنك؟ يعني انت محتاجه ايه؟ قول لنا تاني انت محتاجه ايه. هو الكشك والله ما في خير، ومش محتاجه لاي حاجه تاني، ولا انا عايزه اي حاجه من الدنيا الا هو بس. نجب نفس ان البت تجب فيه، بت تجب فيه عشان يسترها من الدنيا. نفسي بت تجب، انا وبت نجب فيه، ناكله عيش منه وهنعيشه منه، هو ده اللي انا طالباه والله. يبقى جزاءكم الله كل خير لو انتوا عملتوا لي الحكايه دي. ربي ينجيكم ويفاديكم ويراضيكم، وكل اللي يجب جنبي يجب جنبه ربنا. اي والله ويراضيكم. اي والله ان شاء الله باذن الله يكون حد طبعا يعني من مشاهدينا سامعيننا دلوقتي ويكون سامع طبعا يعني ندائك ده باذن الله، وان شاء الله يكون في استجابه ليكي باذن الله، وحد من المشاهدين يعني يا رب يقدر يساعدك في يعني كشك ده عشان تصرفي بيه على علاجك وعلى بنتك وعلى اولاد بنتك. ايوه 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 يا اخويا، ربي ينجيك ويهديك ويرضيك ان شاء الله باذن الله. يعني يكون حد سامعنا من المشاهدين يقف جنبه. يا رب يا رب يقف جنبه، يقف جنبه بالصحه والنور ويفاديهم وينجيهم ويرضيهم ان شاء الله باذن الله. مشاهدي ومتابعي اهل مصر في كل مكان، يعني طبعا كنا مع الحاجه سميحه الشرنوبي. طبعا الحاجه سميحه طبعا اصيبت بمرض ضمور الاعصاب بعد يعني زعلها على وفاه بنتها. حاجه سميحه موجوده هنا في مدينه دمنهور. طبعا يعني حاجه سميحه يعني طالبه كشك، يعني حد من المشاهدين يساعدها في توفير لها كشك لتوفير طبعا نفقات علاجها ونفقات اسرتها. طبعا احنا موجودين هنا، كنا موجودين مع الحاجه سميحه الشرنوبي في مدينه دمنهور في محافظه البحيره، واللي بتسال طبعا يعني ان يتم توفير لها كرسي عفوا كشك ل أن تصرف على علاجها وعلى بنتها. مشاهدي ومتابعي أهل مصر في كل مكان، شكرا.